أحوال التشغيل الثلاثة. لدينا 3 أحوال للتشغيل: الـ Edit Time أو مرحلة التصميم، الـ Run Time أو مرحلة التشغيل، الويب تايم أو مرحلة العرض على متصفح الإنترنت. تجدر المقارنة بين الـ3 أحوال، حيث المسؤول عن التشغيل في مرحلة الإيديت تايم هو برنامج دايركتور، والمسؤول عن التشغيل في مرحلة الران تايم هو البروجيكتور أو الملف التطبيقي، أما المسؤول عن تشغيل الملف في مرحلة الويب تايم هو متصفح الإنترنت. امتداد الملفات: امتداد الملفات في الإيديت تايم أو في الديزاين تايم أو في مرحلة التصميم هو الدي أي آر، يقلب الحرف الوسط منه إلى إكس فيصبح دي إكس آر في مرحلة الران تايم، يقلب الحرف الوسط منه إلى سي في مرحلة الويب تايم ليصبح دي سي آر. امتداد الحاويات أو امتداد الكاست: امتداد الكاست في الإيديت تايم أو في الديزاين تايم سي اس تي، في مرحلة الران تايم يقلب الحرف الأوسط إكس ليصبح سي اكس تي، في الويب تايم يقلب الحرف الأوسط سي ليصبح سي سي تي. إذا امتداد الملفات وامتداد الحاويات يختلف في الأحوال الثلاثة، لكن يجب أن نراعي أن الامتدادات الثلاثة تعمل في مرحلة الران تايم والويب تايم، ولكن الامتدادات الثلاثة لا تستطيع أن تعمل في مرحلة الإيديت تايم، ويستطيع فقط أن يعمل في مرحلة الإيديت تايم أو مرحلة التصميم أو مرحلة الديزاين الدي أي آر والسي إس تي. سيلي فيما بعد كيفية عمل دي اكس ار وكيفية عمل دي سي ار وسي اكس تي وسي سي تي، لكن مبدئيا عند حفظ البرنامج يحفظ البرنامج بالامتداد دي اي ار وسي اس تي. الامكانيات المتاحة في مرحلة الديزاين تايم هي اكثر الامكانيات، هناك بعض الاوامر لا تعمل سوى في مرحلة الران تايم مثل ابليكيشن مينيمايز او تصغير البرنامج او النافذة المفتوحة، والإمكانيات المتاحة حتى في الويب تايم قليلة. الحجم النسبي للملف في مرحلة الإيديت تايم كبير جدا نظرا لأنها مرحلة تصميم، ويكتب الملف مباشرة في أي مساحة تواجه عملية الكتابة. عند عمل كومباكتنج ودمج الملف في مجموعة أكبر حجما يحدث ضغط لحجم الفايل، فيصبح حجم الفايل أقل قليلا، حيث تحذف البوينترز أو المؤشرات التي تسبب زيادة حجم الفايل في الإيديت تايم. عند عمل البرنامج في مرحلة الويب تايم أو بالامتداد دي سي آر و سي سي تي يصبح حجم الفايل أقل بكثير. إمكانية التعديل طبعا في مرحلة الإيديت تايم سهلة، أما في الران تايم والويب تايم صعبة. وبما أن لدينا 3 مراحل أو 3 أحوال للتشغيل، هذه الأحوال الثلاثة لها مجموعة من التطبيقات. التطبيقات التي توجد للإيديت تايم سوف نجد شبيها لها للران تايم، وسوف نجد بعض التطبيقات خاصة بالويب تايم. تظهر لنا في قائمة Edit Preferences على General تظهر لنا خصائص الستيج حيث يوز موفي سيتنج حينما ننتقل من موفي الى موفي، المحافظة على مقاسات نفس الموفي او اتباع مقاسات كل موفي على حدة، مكان ظهور الستيج في منتصف الشاشة، ايضا انيميت ان باك جراوند، وسوف يلي شرح تلك الخاصية على حدة. اما عند الذهاب الى قائمة موديفاي موفي بروبرتس تظهر لنا مقاسات الموفي ومكان ظهورها، هذا كله في مرحلة الإيديت تايم.
أما في مرحلة الران تايم عندما نختار من قائمة فايل كرييت بروجيكتور ثم نختار أوبشنز، يظهر لنا نفس خصائص الستيج التي كانت أمامنا منذ قليل، حيث يوز موفي سيتنج وماتش فيرست موفي ومكان ظهور الشاشة، أيضا خاصية الأنيميت إن باك جراوند. بالطبع هذه العمليات من التطبيق تحتاج إلى الدراية بأحوال التشغيل الثلاثة. أيضا عند اختيار Publish Setting تظهر لنا خصائص الموفي، مقاسات الموفي ولون الأرضية، المقصود هنا لون أرضية صفحة البراوسر أو الـ HTML. يلي بعد ذلك شرح هذه الموضوعات بالتفصيل.